لازالت قناة مختلفة جدا جدا وأنا هركز عليها شوية في الكلام، هي قناة باسم دكتور أحمد عطية الدهشان. بداية أنا فعلا على المستوى الشخصي سعيد أن أنا بعرض قنوات زي كده، قناة هي قناة طبية، قناة بتتكلم على بعض أو بتشرح بعض التساؤلات أو بترد على بعض التساؤلات الطبية الأكثر شيوعا بالأخص. هي قناة طبعا صاحبها هو دكتور أحمد هو اللي بيتكلم فيها حاجات تخص فيما يخص مثلا الحاجات الخاصة بالأكل والتخسيس والكلام ده جزء يعني، وكمان دكتور احمد بيعمل عليها بث مباشر كتير بيتكلم مع المتابعين يجاوب على اسئلتهم في برنامج بيتكلم عليه لايف بيعرض بعض الحالات الحقيقيه، وانا شفت بعض الفيديوهات بعض الناس اللي كانوا يعني تواصلوا مع دكتور احمد ومسجلين فيديو بيشكروا فيه دكتور احمد على الحاجات اللي قدمها لهم في الاخر، وبيعرض مثلا حاجات لايف من داخل العياده، بيتكلم على جزء خاص بالاطباء الخاصين بالامتياز، بتتكلم على الروشتات الطبيه اللي بتتكتب في العيادات، ازاي التشخيص بيتم، يعني فيها محتوى طبي محترم جدا جدا الحقيقه ومتخصص جدا. بيتكلم على مثلا بعض العلاج الخاصه ببعض الامراض الاكثر شيوعا زي الانيميا والديدان اللي بتكون موجوده في عند الاطفال في الجهاز الهضمي وكده، علاج سمنه الاطفال والكبار والنحافه، كتير من الحاجات صراحه اللي محترمه جدا. وانا فعلا قصدت ان انا افصل شويه في الكلام على القناه لانه حاجه محترمه، وفي نفس الوقت انا سعيد بانه دكتور احمد يعني بعت لنا القناه عشان نقدر نعرضها. هو دكتور احمد هو دكتور مصري يعني في مشاركات لي كتيره في بعض التلفزيونات، يعني ادعو حضراتكم طبعا للاشتراك في القناه. القناه محتواها زي ما قلت لكم طبي محترم جدا مفيد جدا لشريحه كبيره جدا مننا من المستخدمين بشكل عام. عدد المشتركين في القناه هو 31,700 مشترك، وفيها حوالي 21,300,000 مشاهده، ودي كانت قناه دكتور احمد الدهشان. ادعو حضراتكم للاشتراك فيها.